ان شاء الله تكونوا بخير. فلوق اليوم حيكون حاجه واو واو واو، خاطرش حاني خارجه وديتكم معايا تشوفوا كيفاش رمضان جاز عليا. هنايا كنت لابسه راح تبعت الحجاب بزاف اللي صورته في الفيديو اللي فات وقالوا لي وريه لنا باسكو ما حبينا نشوفوه كامل. هاولي كيفاش عامل وهاو كيفاش داير. و فوالا رحت هنايا لا فواتور باش عندنا ريونيون مع ليكيب تاعنا تاع ديكو كادو. ومن طبعا انا في الطريق كنت نمضي في لي فوتو ونخدم بالبي سي بيسك عندي خدمه فيغ لاو يشوفي دوكا لا فيديو. دونك على بالكم بلي خرجنا الباك تاع باك عيد بزاف شفنا عليه اقبال الحمد لله اللي عجبكم. وهنا رانا مع الطريق هاوليك فيه بزاف لي برودوي دي سيت طاز في سنيوات هلال بزاف بزاف بواحد البخي ما شاء الله. اي فوالا لحقت لاتولي مع ليكيب وكامل هايلك. هنايا كنت نبعث لهم لي فوتو وكنت نخدم شويه هنايا بالبيسي هكاك باش نكمل بكري. ودوك كملنا الميتينغ ديالنا والخدمه ديالنا ورانا موليين للدار. هذه هي نوريكم شويه هكاك الطريق وحنا موليين. الماكله واش طيبت اليوم نبارطاجيها معاكم. كملوا تبعوا الفيديو للاخر. نقول لكم سلام من بعد. وهنا حبيت نبارطاجي شويه معاكم الطريق شحال نحب الابقار. وهنا لازم نبدلو حوايجنا باش ندخلوا للكوزينه. يزيد لي الطبليه كيما دخلت هنا الكوزينه حنوجد اليوم المنيو العدس الاحمر التركي بصح ما درتوش تركي درتو تسيري. كيما هنا البصل درت قطع تاع البصل زدت لهم طوماطيش مرحيه مع سنينه الثوم ومرسو لحم حمصتهم مع بعضهم ولي زيبي لي زيبي شويه فلفل كحل ثوم مرحي وعكري وشويه دي زيبيس مخلطه هكاك وخلطتها بيان وسخنت الماء باش نمرق. شوفوا هكا كي يدخل بيان كلش في بعضه. واش ندير نضيف الخضره. الخضره اللي هي درت زوج كورجيتات بطاطا وزوج حبات سروتيه هادوما كامل وميلونجيت كيما راكم تشوفوا. ومن بعد تكمر ما تخلطوها هكاك تشوفوا شويه تدخل في بعضها تمرقوها بالماء السخون. وتغطوها وتخلوها تغلي. مور ما غلات تلا هكاك كيله تاع عدس الاحمر اللي يجي المقشر وحطيته معاها. وهنا درت النعناع المرحي بزاف النعناع يطلق واحد لوكو في العدس واو واو واو. مور ما طابت بيان وغلات نحيت هذاك المرسوم تاع اللحم ورحيت كامل لاسوب تاعي وحطيتها في طبق التقديم. الناس اللي ما تحبش بزاف لوكو تاع العدس ولا تقديو تزيدوا شويه كريم فخاش تكسر هذاك لوكو تاع العدس الاحمر. ميتات واحد البنه روعه ما تامنوش قدواش روعه. ونروحوا دوكا نوجدوا لي كريب ولا فخس تاعهم. ما هنايا الدجاج واحد قطعته دي كوب ودرت له الكزبر الملحي ثم ملحي ومعدنوس مرحي تاني وشويه فلفل الكحل. وكيما هكا كان بون كان في المقله اللي فيها البصل درت له هنايا هذا المعدنوس تاني بزاف يجيبني وخلطها. هنا كيما هنا درت لا كريم فريش فون ديليس هايله تاع الاجبان وكامل. ومن بعد خلوه يدخل في هذيك لا كريم فريش. مور ما يدخلوا لا كريم فريش ديروا هكا شويه ملح بون تكونوا درتو في اللحم الملح مي انا نخليه توجور لل لا كريم فريش. وهنا ديروا زيتون ديروا شامبينيون ديروا واش تحبوا يعني اللي تبغوا تزيدوها تزيدوها تبغوا ما ديروش كامل. نجيو هنا لي كريب. لي كريب كاين زوج حبات بيض وزوج كيسان الحليب وربع مغارف كبار زيت زيت العادي وقرصه ملح ولا شويه ملح ومعدنوس باسكو انا نحبها بزاف بالمعدنوس تجي روعه روعه روعه. بالنسبه للافاغي نديرو زوج كيسان فرينه وتقدروا من بعد تزيدوا على حساب السمك تاعها. دوك بعد نوريكم القوام. وتفرغوا الحليب كيما هنا فرغت الحليب. هنا بلوكات لي الكاميرا تلموني نخدم بها بزاف حتى ولات بلوكي وحدها ماشي مشكل. درت هذوك زوج كيسان تاع الحليب
وخلطتهم مليح حتى امتزج الخليط. ومن بعد مور ما امتزج الخليط بديت الكاس الاول تاع لافارين، ومن بعد زدت الكاس الثوزيام. وكي تجو ديروا الفرينه ديروا في الصفايه هكاك وصفوا باش ما ديركمش هذوك لي بول، وما تحقوش ديروا بعد بالميكسر، تجيكم هايله والقوام هايل وما توليش فيها الحبوب. روعه 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 تولي ليس هايلك. والسر تاع لي كريب انكم تخلوهم يريحوا شويه نص ساعه هكاك، من ربع ساعه لنص ساعه. هاي اللي شوفوا كيفاش جمدت لي هذيك الوصفه تاعي. جيت المقله لهنا درت لها شويه زبده ومسحتها، ما تخلوش هذيك الزبده تقلى، لا تمسحوها كيما كان الحال وتحطوها. وشوفوا كيفاش راني ندور باش هذوك لي كوتي ما يجونيش يابسين، وتخلوها حتى تيبس هكا تشوفوها بدات لي بول تتنفخ، تنحوا هذوك لي بول كامل وتقلبوها. ومن بعد تبدا تحمر، كي تبدا تحمر كل ما تبدا تحمر تقلبوها وخلاص. هايله هايله. كاين اللي يحبوها محروقه وكاين اللي لا، كيما انا نحبها هكاك محمره. هذا ما كان كي جينا في التقديم لهنا نجيبوا هذيك لافاكس تاعنا ونديروها في النص الحبات تاع لي كريب كامل، ومن بعد هذيك نغلقوا هذاك النص كيما هنا زاد بلوكات لي، مش مشكل ديروها كامل في النص وغلقوا النص وعاودوا غلقوه كي الفرماجه. هذه هي هذا ما كان هاوليك في التقديم. ما في كاميرا ما فيلمتليش كامل كيفاش قدمتها، ما لقيتهاش كامل. هايليك في التقديم. نروحوا للوصفه هذه تاع، هي وصفه اغريقيه درتها بهذا الروبو تاع ماركت سوما ماركت. هايليك فيه بزاف صوالح وفيه باش تقطع. قلت لكم هذه الوصفه جو كل ماشي مملحات مي كل فرماج هكاك بالخيار. هاي لافامي درت انا حبه خيار ولازم تقطعوها رقيق كيما انا قطعتها بهاد لا ماشين، وجبت فص الثوم رحيتو ودرت ياغورت ناتور. في ياغورت ناتور تقدروا ديروا باطاط جوج بايط كيما تحبوا، كيما انا درت جوج بايط وديروا الملح هايلي. والسر تاعها الثاني النعناع، تحب بزاف هاد الوصفه النعناع. وانا زدت لها مغرف صغيره زيت زيتون، هما في الوصفه ما يديروش زيت زيتون، بصح انا درت زيت زيتون جات بزاف بنينه. ونحطوها في التقديم هايله، تاكلوا بها لي فريت ولا لي شيبس في السهره، بزاف بنينه ومغذيه وبنينه بنينه. وهنا شبحت بالكسبر المرحي، نتوما جوغل معدنوس الملحي بليتو المعدنوس، نتوما تشبحوا باش حبيتو وتزينوها باش حبيتو. وهايليك في طبق التقديم روعه فريمون، ولو كنت تاعها شحال بنين بعد هذاك هذاك الثوم مع النعناع وكامل. ومن بعد مول الكاريته هايليك كيفاش تخلطت كوزينتي نقوها هايليك مول ما نقيتها ونظفتها وخدمتها كامل. دونك هذه هي، وهذوما مواقع التواصل الاجتماعي تاعي اللي حبيتو تتبعوني. وما يجوز رمضان بلا ما نقراو شويه من القران بعد كل صلاه. انا مور ما كملت ريحت شويه قريت قران، على الاقل تقراو ايه وتدبروا فيها شويه هكاك او ما تستشعروا رمضان. نقول لكم يعطيكم الصحة وشكرا على المتابعة، إن شاء الله تكون عجبكم الفلوغ ديالي والوصفات اللي درتهم لكم. كما أنني هنا لابسة العباءة تاعي وما بدلتش الخمار، ما بدلتش خمارها خاطرش حنا حين نبقى في خماري سي بوغ سا. دونك نقول لكم يعطيكم الصحة على المتابعة وفرحوني بجام وكومونتيغ وأبوني بوركوا با ولا تبارطاجيوها مع صحاباتكم. وسلام.